يا صباح او مساء الفل عليكم في اي وقت بتشوفونا فيه، اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل فيلم جديد بنلخصه. اشتركت؟ كبر شاشتك بقى وركز معايا. حلقتنا النهاردة عن فيلم اكشن وجريمة وخيال علمي اسمه الثورة الافتراضية او Virtual Revolution. الفيلم بيتكلم عن سنة 2040 اللي بتعتبر عصر الثورة التكنولوجية. البشرية توصلت لاختراعات عظيمة زي السيارات الطائرة والروبوتات، بس اللي غير العالم أكتر هو اختراع عوالم افتراضية اسمها فيرسز، واللي كانت حقيقية جدا زي الواقع الحقيقي. 75% من سكان العالم اسمهم المتصلون ما بقوش مهتمين بحياتهم الحقيقية، وبقوا بيقضوا يومهم بالكامل أونلاين، وفي ناس تانية بيقضوا نص وقتهم على العالم الافتراضي والنص التاني في العالم الحقيقي، ودول اسمهم الهجائن. في مدينة نيو باريس كان عايش ناش تيرينتون، الهجين اللي بتطرده ذكرى موت حبيبته هيلينا بفيروس معين. هو عضو في فرقة مغامرات في عالم افتراضي بيقتلوا الأشرار بالسيوف والأقواس والسحر. واحدة من أعضاء الفريق ده اسمها دالوين مرتبطة بيه على الرغم من أنهم ما يعرفوش بعض في العالم الحقيقي. وفي ليلة بعد الفريق ما هزم ساحرة قوية، ناش طلع برا العالم الافتراضي بدري علشان في واحدة اسمها دينا استدعته. دينا هي المديرة التنفيذية لشركة سينترنس، وهي واحدة من أهم شركات الفيروسس أو العوالم الافتراضية. 148 لاعب من مستخدمي الفيروسس ماتوا في هجمة فيروس كمبيوتر عدتها مجموعة من المتمردين اسمهم الصحراء. دينا كانت بتطلب من ناش انه يدور ويعرف هوية المتمردين دول. على الرغم من ان تعداد الضحايا كان بيزيد، لكن اختيار ابلاغ الشرطة الدولية ما كانش متاح، لان انظمتهم دايما مخترقة، ولو تم تورطهم في القضية دي شركة سينترنس مش هتبقى قادرة تستهدف مجموعة الصحراء بشكل مباشر. ناش راح يزور الموقع اللي الفيروس طلع منه، وكان من السهل عليه دخول المكان لانه كان فاضي، لان الناس كلها كانت مشغولة بعوالمها الافتراضية. المكان كان مهجور وفاضي، وناش ملقاش حاجة جوه غير المخلفات لغاية ما بيسمع دوشة. خلى بندقيته في وضع الاستعداد ومشي ورا الصوت اللي سمعه، وفجأة هجم عليه راجل أقرع، ودخلوا هما الاتنين في قتال. وبعد فترة الراجل الأقرع هزم ناش وسرق البطاقة بتاعته قبل ما يسيبه ويمشي. بعد كده ناش راح لمنطقة مشبوهة فيها ناس حقيقيين في الشارع بيعرضوا خدمات مشبوهة كتير، وهناك ناش بيقابل صديقه ونسيبه الهاكر موريل. ناش بيطلب منه انه يهكر له أنظمة الشرطة الدولية ويجيب له تسجيلات كاميرات الأمن من المبنى اللي هو كان فيه من شوية علشان يقدر يعرف الراجل اللي هجم عليه هناك. موريل بيوافق مقابل الهاردوير الغير شرعي اللي ناش يقدر ياخده من عملائه. لما موريل جاب سيرة هيلينا، ناش اتعصب ومشي على الرغم من انه عارف انه معاه حق، ان في حاجة غلط في موضوع موت هيلينا. بعدها بنشوف ناش وهو مع دالوين في العالم الافتراضي، بس فجأة جرس الباب بيرن في العالم الحقيقي، ولما بيفتح بيلاقي موريل جايله بأخبار عن تسجيلات كاميرا الأمن، وبيقول له إنه ملقاش أي راجل أقرع بيتحرك قصاد الكاميرا، وبيقول له إنه ظهر شخص في الثلاث أيام اللي قبل ما ناش يروح هناك، بس ما كانش باين عليه إنه مقاتل. وناش أخد المعلومات دي وحطها على فلاش وإداها لدينا اللي استخدمت السوفت وير بتاع الشركة علشان تعرف هوية الراجل ده، واللي طلع اسمه ليونارد لورينز، وكان معاهم عنوانه كمان علشان كده ناش راح له على العنوان. بيدخل شقته من الشباك وبيلاقي ليونارد متصل بعالم افتراضي وما كانش لوحده. فجأة ظهر الراجل الأقرع تاني ودخل في قتال مع ناش تاني، بتنتهي بإن ناش بيضرب نار على الراجل الأقرع وعلى ليونارد كمان. ناش بياخد بطاقته وبيقعد على الكرسي بتاع ليونارد، بيدخل مكانه في العالم الافتراضي بتاعه وبينتحل شخصيته فيه علشان يعرف معلومات أكتر عن الصحراء. الشخصية اللي كان ليونارد بيدخل بيها العالم ده طلعت بنت اللي بتطلع من أوضة ومعاها سلاح، وكان مستنيها برا جندي من مجموعة الصحراء اسمه جون، اللي بيقول لها إنهم استقبلوا أوامر بالرجوع للمقرات حالا. اللعبة اللي هما كانوا فيها كانت عبارة عن فريقين بيقتلوا روبوت عملاق اسمه سير براس. عشان كده جون وناش نزلوا لساحة المعركة علشان محدش هياخد باله منهم أثناء قتال الروبوت. أثناء ما هما ماشيين في منطقة مهجورة، المنظار بتاع جون تعطل، وده معناه إن في جهاز تشويش وكمين. كمان ما كانش في طريق تاني يقدروا يمشوا من خلاله، وكانوا محتاجين يوصلوا لأعمق نقطة ممكنة في اللعبة علشان المنطقة دي هتكون أأمن ليهم. علشان كده بيكملوا مشي لحد الكمين وبيفضلوا يضربوا نار على العدو بتاعهم، ووقعوا جنود كتير، بس فضل عدو أخير ليهم في الآخر وهو رئيس الجنود اللي ظهر في نهاية الطريق وسدوا عليهم، وكان راجل طويل وماسك بندقية ضخمة ولابس درع، وده اللي خلى من الصعب عليهم انهم يقتلوه. بس جون كان عنده خطة، بيرمي عليه قنبلة ضوئية علشان يشتته، وفي نفس الوقت كان ناش ماشي ورا حيطة وبيقرب له من ظهره، وده اداله فرصة انه يضربه بالنار في دماغه. بعد ما بيسرقوا الذخيرة بتاعته، جون وناش بيجروا بسرعة وبيوصلوا لمقرات الصحراء. كان مستنيهم هناك الشخص المسؤول عن العملية دي كلها كامل، اللي بيطلب من احد مساعديه يجيب له منارة قبل ما يسألهم عن اي حاجة. كانوا عارفين راجل غامض بيشتغل لوحده كان بيزور مبانيهم، ودلوقتي هم مطاردين من الشرطة الدولية كمان.
كامل بيقول لهم انهم محتاجين يغيروا خططهم، ودلوقتي هم بيحاولوا يخوفوا اللي بيلعبوا اللعبه دي علشان يسيبوا العوالم الافتراضيه بتاعتهم، بس الاعلام بيغطي اعداد الوفيات وكل الناس مصدقه ان هم اسطوره حضاريه. كامل ما بيقول لهمش ايه خطته الجديده، لانه في اللحظه دي بيجي المساعد بتاعه بالمناره اللي هو طلبها، وده منعناش من انه يقطع الاتصال. الجنود بيقبضوا على الافاتار بتاع ناش وبيعرفوا انه مش ليونارد اللي بيتحكم فيه، لانه ما اطلقش شاره التجمع لما جه. كامل بيضربه في وشه وبيطلب من جنوده ان هم يطلعوا من اللعبه ويدوروا على ناش في العالم الحقيقي. كامل كان بيشرح ازاي ان السياسيين والشركات بيستفيدوا من انهم يخلوا المجتمع دايما في حاله خمول. ناش استغل الفرصه دي وضرب واحد من الجنود في الدماغ وفعل القنبله اللي في حزام الجندي الثاني، وده سبب انفجار كبير ودمر المناره. ناش بيصحى في العالم الحقيقي في الوقت المناسب علشان يضرب نار على جون وزميله اللي كانوا اقتحموا عليه شقته. ناش بيزور موريل تاني وبيسأله عن أجهزة بتمنع الناس من أنهم يخرجوا بره العوالم الافتراضية، بس موريل بيقول له أن ده مش ممكن. ناش بيديله إحداثيات مقرات الصحراء وبيطلب منه يديله تفاصيل عن أي حد دخل اللعبة أو خرج منها في المنطقة دي، بس تحرياتهم بيقطعها وصول 3 رجالة من الشرطة الدولية. علشان كده ناش بيستخبى، واحد من رجالة الشرطة الدولية كان اسمه ستيلسون بيحقق مع موريل. في الاول موريل ما كانش عايز يتكلم، بس بعد ما بيضربوا واحد من الرجاله بيبتدي يعترف، بس مش بيجيب سيره ناش، بيعترف بس انه اخترق قاعده بيانات الشرطه الدوليه، وانه باع المعلومات دي لواحده من شركات الالعاب، وانه بيشتغل كمان على اختبار الانظمه الامنيه للشركات الاكبر. ولما ما لقوش حاجه مهمه على تسجيلات الكاميرا، التلات رجاله بيمشوا بعد ما ستيلسون قال لموريل ان هم هيحتاجوه في خدمات في المستقبل مقابل انهم ما يقبضوش عليه. ناش بيخرج وموريل بيوعده انه هيبص على الاحداثيات اللي بعتها له، وبعد كده ناش بيمشي. ناش كان مفكر ان الصحراء ما يعرفوش عنه حاجه، فرجع على شقته ودخل العالم الافتراضي بتاعه علشان يعمل شويه مغامرات مع فرقته ويقابل حبيبته دالوين، بس بيجيله طلب من دينا انها تشوفه، وبتقوله ان الشرطه راحت على مبنى الشركه لانهم عرفوا بالناس اللي ماتت. وناش بيقول لها على اللي اكتشفه والمعلومات اللي وصل ليها من خلال موريل. الهجمات كلها كانت على الشركات الثلاثة الأكبر في مجال العوالم الافتراضية، لكن كان من الصعب تتبع حركة الصحراء لأن السيستم ما كانش متسجل عليه أي حركة اتصال بالعالم الافتراضي أو عدم اتصال منهم، لأنهم دايما بيسيبوا شوية مساعدين على السيستم علشان يحموا منطقتهم من اللاعبين، وكانوا بيطلعوا وبيدخلوا للعالم الافتراضي بتاعهم من أماكن تانية. دينا بتقول له انها عايزاه يحل القضيه دي في اسرع وقت ممكن، لانها مش عايزه الشرطه الدوليه تحوم حواليهم تاني، لانهم ممكن يكونوا حلفاء لكن عمرهم ما هيبقوا اصدقاء، وده معناه ان شركات العوالم الافتراضيه بتدفع للحكومه ضرائب، والحكومه بتستخدم المال ده علشان تطلع دخل للمتصلين من الناس واللي بدورهم بيدفعوا علشان يدخلوا على العوالم دي. بالنسبه للحكومه، الدفع للناس المتصلين بالعوالم الافتراضيه ارخص بكتير من تكلفه الحفاظ على شخص عايش حياه حقيقيه كامله، وفي الغالب المتصلين مش بيعيشوا اكتر من 40 سنه بكتير. ناش بيطلب من موريل انه يخترق نظام الشرطه الدوليه علشان يعرف هم عارفين ايه عن الهجمات. بعدها ناش بيرجع على بيته وبيلاقي الصحراء وصلوا له، وبيقابل كامل في العالم الحقيقي اللي بيتضح انه بنت، وبتقول له انه المفروض ما يشتغلش لحساب شركه سنترنس لانهم كذبوا عليه في خبر موت هيلينا، وان اللي قتلها ما كانش هجمه من الصحراء ولكن فيروس ابتكرته شركه سنترنس وتبناه الصحراء لمصلحتهم لفتره. هيلينا كانت قريبه من الصحراء على الرغم من انها ما كانتش موافقاهم على طريقتهم، بس كانت جزء منهم وده خلاها مستهدفه من سنترنس. وعلشان ناش دايما كان حاسس ان في حاجه هو مش عارفها عن موت هيلينا، بيصدق قصه كامل وبيوعدها انه يساعدهم وهيقول لهم كل اللي يعرفه، وهيعمل خطه علشان يقدر يواجه الشرطه الدوليه. ستيلسون وعملائه كانوا بيطردوا واحد من الصحراء، وناش توههم وخلاهم ما يعرفوش يوصلوا له، وبياخد ستيلسون معاه الكامل اللي بتطلب منه يقول لهم على اي معلومات يعرفها. ناش بيروح لموريل وبيعترف له انه حاسس انه مستغل من الصحراء ومن شركه سنترنس. موريل بيقول له ان مفيش حد منهم هيرجع له هيلينا، وبعدها بيقول له ان الشرطه الدوليه عامله اجتماع مع فريق كامل دلوقتي. ناش بيروح علشان يحضر الاجتماع، بس بيتفاجئ بان الشرطه الدوليه بتقبض عليه، وبيتضح ان ده كمين معمول له علشان يوصلوا له. ستيلسون عارف ان ناش شغال لمصلحه الصحراء ولمصلحه سنترنس، علشان كده كان عايز يشتغل جاسوس لمصلحه الشرطه الدوليه كمان، بس بيقطعوا من رجال الكامل اللي كانوا متتبعين ناش علشان يساعدوه في حال احتاج مساعده، وبيقتلوا دلوقتي العملاء بتوع الشرطه الدوليه. وبعد ما بقوا لوحدهم، ناش كان عايز يعرف الخطه الجديده لكامل، وكامل بتوافق انها تقول له بعد ما يرجعوا لمكانه. هدف الصحراء هو انهم يحرروا المتصلين، وعلشان يعملوا كده هيستخدموا فيروس صنع واحد منهم علشان يعطل اي جهاز تحكم لغايه ما العوالم الافتراضيه نفسها تختفي، وده هيخلي الناس كلها ترجع لحياتها وعالمها الحقيقي تاني. بس كان في مشكله واحده، ان عشان الفيروس ده ينتشر لازم يتم اطلاقه من خلال مصفوفه من واحد من العوالم الافتراضيه الرئيسيه.
ودي مهمة ناش، هو ممكن ياخد الفيروس ده لمكاتب سنتر نيس الرئيسية ويحفظه هناك لحد ما الهاكرز يخلصوا مهمتهم. كامل بتوعده ان الفيروس هيهاجم بشكل تصاعدي، وبمجرد ما يتم اطلاقه من المكتب مش هيكون موجود في المكتب تاني ولا حتى هم هيقدروا يرجعوه هناك. عشان كده ناش بيوافق، كان لسه فاضل شوية على بداية المهمة. عشان كده ناش بيدخل العالم الافتراضي بتاعه وبيقابل دالوين اللي كانت من المتصلين واللي ما كانتش عايزة تحط تعريف لعلاقتها بناش ومش عايزة العلاقة تنتهي، وده اللي خلى المهمة أصعب على ناش. وبعدها بيزور دينا في سنترنس، وهو بيتكلم معاها كان بيفعل جهاز الفيروس وكان الهاكرز شغالين على نشر هجمة الفيروس. ورجع ناش على بيته ودخل العالم الافتراضي بتاعه علشان يخوض مغامرة أخيرة مع فرقته، بس بتجيله رسالة من موريل اللي بيكشف خطة الهاكرز وبيطلب من كل اللي في نيو باريس إنهم يوقفوهم. بعض المتصلين اللي خرجوا من عوالمهم الافتراضية غصب عنهم وصلوا لمقر الصحراء وقتلوا كل اللي فيه قبل ما يتمكنوا من مسح كل العوالم الافتراضية. بعدها بشوية دينا بتستدعي ناش تاني وبتتهمه انه هو اللي جاب الفيروس لمكتب الشركة، بس مش بتقبض عليه لانه بسبب اللي عمله ده قدروا يدمروا الصحراء. لكنها بتقرر ما تعتمدش على ناش تاني بسبب خيانته، وبتقول له ان كامل كذبت عليه وان الفيروس اللي قتل كامل كان نسخة مطورها الصحراء وانها كانت قريبة من الشركة لانها كانت شغالة جاسوسة للشركة. ناش ما كانش عارف يصدق مين وكان عايز ينسى الموضوع كله بسرعة، علشان كده بيرجع للعالم الافتراضي بتاعه وبيقرر يبقى واحد من المتصلين ويعيش بقية حياته مع فرقته ومع دالوين حبيبته في العالم الافتراضي. وبفضل الفلوس اللي كسبها من عملياته هو دلوقتي يقدر يزود مميزات الافاتار بتاعه في العالم الافتراضي علشان يستمتع اكتر باللعبة. ولان عقله ما كانش عارف يميز بين الحقيقي والافتراضي، الحياة الافتراضية كانت بالنسبة له زي الحقيقة بالظبط. فيلمنا خلص، بس افلامنا لسه ما خلصتش. اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل فيلم جديد بنلخصه، ولحد الفيلم الجاي سلام.